يسعد صباحكم. الرجل الشهم والكريم يبهر المرأة وبيأثر عليها بطريقة إيجابية من خلال كرمه، بيخليها تحس بأهميتها، على عكس الرجل البخيل يلي بضل متمسك بماله وبيحسب أي ليرة بده يصرفها. هذا غير أنه ممكن يتطفل عليها أو حتى على رفقاته مثلا ويعتمد عليهم ويخليهم يدفعوا عنه كل شيء. يسعد لي صباحك يا وريد. صباح خير يا نور. أنت وعم تحكي غص قلبي عن البخل. عم تخيل الموقف، قال يعتمد على مرته أو يعتمد على خطيبته أو حتى على رفقاته أو تصرف عليه، يعني موضوع جدا مؤلم بالنسبة للمرأة وبالنسبة حتى لأصدقاء الرجل اللي بيرافقوه. البخل صفة ما بيختلف عليها اثنين إنه هي من أسوأ الصفات يلي ممكن تعاني منها المرأة مع شريكها. في طباع سلبية الواحد ممكن يتعايش معها، مثلا إنه بنق كتير أو دقيق بالمواعيد أو ما بيقبل إنه مثلا ملح زيادة أو ملح ناقص بالطبخة. بس البخل هي صفة اللي ما حدا بيقدر يتقبلها أبداً. هذا الموضوع رح نحكي فيه من بعد ما نصبح على الشيف بشرة عزيز، اللي يمكن المرأة بيبين مع الرجل البخيل من خلال تدقيقه على الأكل بلا لحمة بلا جاج اليوم، عمله شو ما كان. صح يا شيف؟ مزبوط. أول شيء صباح الخير. يسعد صباحك. يعني الرجل البخيل بيبين انه بالمواد اللي بتطلبها اللي ما بيجيبها. مزبوط. بيقولوا يا مرة بتطبخي طيب، بيقولوا يا رجال كلف، يعني قد ما انت بتجيب شيء غالي وتقيل بتكون الطبخه ثقيله ومرتبه وتعبي العين. تماما. شو محضرين يا شيف؟ اليوم رح نعمل خبز بالليمون والروزماري. طبعا جنب الخبز رح نعمل تغميستين، هن تغميسه الجزر وتغميسه فليفله. يلا رح نشوفك من بعد شوي كيف بدنا نبدأ أولى الخطوات، وبدنا نرجع لموضوع حلقتنا. رح أسأل نور شو العلامات يلي ممكن توحي للمرأة أنه شريكها بخيل. المشكلة نور ما بيبين بالبداية، بس في هيك كم شغلة المرأة بتشغل أجهزتها الحساسة. لا غير هيك، لا بيبين. ممكن إذا كانت هي وياه بالمطعم، أنا بعرف حدا من رفقاتي أكيد هلأ إذا عم يسمع، هو إذا عم تسمع رح تعرف شو رح يبتسم. فهي وقت اللي كانت طالعة هي وخطيبة لأول مرة، فقال لها فنجان قهوة إليك، فنجان قهوة إلي، والأرجيلة تشاروكية. فهون خالصين يعني. خالصين أول مرة يعني، بس على القليلة يا زلمة جيب أرجيلة إلك وإلى لبعدين يعني، أو لا تأرجل أنت يعني كمان، حتى مو أنه لا جيبي ومنقسمها بالنص تشاروكية. شو رأيك أن تشارك الـ شو عم تشارك؟ هلأ دايما أنا وياك نتشارك بالنس كافيه. ايه بس بفنجانين، يعني تخيلي أنه البخل وصل لهالدرجة. في شخصيات وكاركترات يعني انعملت بالدراما السورية عن البخل. الأستاذ الكبير سلوم حداد لما عمل دور أبو نجيب يعني جسده بمنتهى هيك المشاعر والأحاسيس. خلونا نروح لهاشتاغنا اللي طرحناه على الفيسبوك، سألناكم يا ترى شو هي العلامات والصفات والتصرفات يلي تؤكد للمرأة أنه شريكها بخيل. منتظر تشاركونا بتعليقاتكم على البوست. أما هلأ رح نسمع رأي الشارع السوري شو جاوب كاميرا صباح الخير. رغبة الشاب إنه يقاسم البنت بكل شيء ماديا، يعني العزايم طلعنا طلعة نحن الاثنين بندفع وهيك، فينا نعتبره دليل بخل؟ هلا مو شرط يكون بخل، بس يمكن ظروفه ما تكون مساعدته. هلا نحن كرفقات اولاد ايه يعني هالشيء بخل يعتبر، اما شاب وبنت لا بالعكس. اذا رفقات عادي كتير، بس اذا في شيء جدي مثلا خطبه او هيك اكيد بخيل وكحتوت كمان. لا هلا دول اوروبيه على فكره البنت هي اللي بتصرف على الشاب. لا ما بظن، لانه لازم تكوني انه كل شيء نص بالنص بينك وبينه. ما زال هو يعني نقته كشريك، فشريك بكل شيء. تعرف عصبيه طالعين اول طلعه حتخليها تدفع؟ لا اي بخليها بتدفع عادي انا هيك. لا طبعا هي لا باقة اكثر انه الشاب يدفع هونك كمجتمع عربي. هلا نحن بوقتنا هاد على هو وضع ممكن. هلا الواحد بخيل اكيد بده يبين عليه دغري. قولي لي ها شلون بدنا نكتشف انه هو بخيل؟ هلا ببين معه، هي لازم تعرف هي البنات ما بيقصروا يعني ابدا. ايه اذا نسعيد ميلادي ما سعيد ميلادك بخيل؟ ايه ما جاب لي شيء. ما بيبين غير على العشرة اكيد. على عائلته اذا ما كان بيصرف على عائلته هذا بخيل. وهو المستلزمات الضرورية ما عم يدفعها، وقتها فيك تقولي انه هذا بخيل. ما بيبين غير على المحك بصراحة. يعني ممكن يحاول يتهرب كثير انه يشتري اي شيء، مو بس انه يدفع عن حاله. بايامنا هلا اذا طلع شب وصبية طلع وخلاها تدفع فبيقولوا عنه بخيل، على ايامكم كان هيك؟ على ايامنا كان الشب يدفع. مثلا اذا أخذها وقعدها على الرصيف كذا مرة من أولها من أولها إيه، وبالأخص أول لقاء يعني أكيد بخيل. بنصحكم تتركوه دغري.
هلا الصراحة كتير حلوة. هلا في حدا من الشباب قال إيه إنه إذا طلعت لأول مرة أنا وصبية إنه بخليها تدفع. ليه؟ هلا الشاب صريح وهذا الشيء كتير حلو، بس إنه ما تتفاجأ إنه هي هو يخبرها، فهذا الشيء أحسن إنه هي تنصدم أو تتفاجأ بالمكان الموجود فيه. تمام. من الصفات اللي بيبين الشاب فيها كريم كمان إنه إذا طلع والبنت أصرت تدفع وكان عرفان مسبقاً إنه هو عازمته، فبيكتفي بأدنى الطلبات، يعني ممكن ياخذ بس فنجان قهوة لأنه هي اللي رح تدفع حتى ما يكلفها. هلا أنا مو مع إنه لو بيعرف إنه هي رح تدفع فهو أنا مع إنه يروح هو على الكاشير يحاسب ويرجع يقعد. أنا عم بحكي إذا كانوا مثلا زملاء، إذا كانوا زملاء بالجامعة مثلا قصة كل يوم هي، إذا كانوا بالشغل. لا هلا إذا كل يوم هي نكبة تعتبر. يعني حكوا قصص وعبر عن البخلاء، في الجاحظ مؤلف كتاب البخلاء يعني ذاكر فيه عشرات القصص عن حالات فريدة، فبيضربوا المثل إنه هاد سبق قصص الجاحظ بالبخل. خلينا نروح لعند الشيف بشرى للكرم وبيت الكرم ونشوف كيف رح تبدأ أول الأطباق. تفضلي يا شيف. تفضلي يا شيف. شكراً. رح بلش بالخبز بالليمون والروزماري، أكيد رح نبلش بالمقادير وطريقة التحضير. مقاديري للخبز عندي 3 كوب طحين منخولين، عندي كمان هلا رح بلش بهدول، عندي حبة ثوم مفرومة شرائح، عندي معلقتين صغار خميرة فورية، عندي معلقة ونص سكر، وعندي معلقة صغيرة ملح، نص كوب أشقوان مبروش، وعندي معلقة كبيرة سميد، 3/4 كوب ماء، ممكن نستخدم مي أكثر من 3/4 كوب، بس مبدئياً يعني هذا اللي رح نستعمله. عندي روزماري، معلقتين كبار روزماري فريش، وعندي 3/4 كوب عفواً 3 كوب زيت زيتون. هلا هدول يعني في شيء من المكونات مو كلهم رح استعملهم مع العجينة، رح نبلش بالمراحل خطوة بخطوة. عندي 3/4 كوب مي مثل ما قلت، أنا ممكن استعمل أكثر من هيك. عندي هون معلقة ونص صغار سكر، بس أنا ما رح استعملهم كلهم للعجينة، رح استعمل معلقة وأترك نص معلقة. عندي حبتين ليمون مفرومين شرائح، رح حط نص معلقة على الليمون. هلأ السبب أنه أنا بدي كرمل الليمون لحتى أعطيه لون، فالسكر رح يساعدني بهي العملية. مع المي حطينا معلقة سكر، ورح حط معلقتين صغار خميرة فورية. طبعاً المي إذا كانت دافية بتعطيني مفعول أحسن. هدول رح قلبهم، لازم أتركهم بين 5 دقائق للعشر دقائق لحتى تتخمر عندي، تشتغل الخميرة وتعطيني نتيجة منيحة. هلأ هون بقلبهم منيح وبتركهم على طرف. هلأ ببين عندي إمتى صارت جاهزة، لما ببلش بيطلع رغوة على السطح. هاي رح أتركها لبين ما تتخمر عندي. طبعاً السكر رح يساعد الخميرة أنه تتفاعل على السريع. مثل ما قلت عندي 3 كوب طحين، أو إذا عم نحكي بالجرامات عندي 450 جرام. هدول رح أحط عليهم معلقة صغيرة ملح، رح قلبهم أكيد. هلأ هون بعد ما تتخمر عندي الخميرة مع المي مع السكر اللي حطيناه هون، رح ضيفهم مع الطحين. هلأ قبل ما يعني لبين ما تتخمر رح حط الزيت، عندي عم بستعمل زيت الزيتون. هلأ هون مثل ما قلت أنا عم بستعمل 3 كوب زيت زيتون، بس مو كله للخميرة، رح أخذ منه 1/4 كوب. هلأ هدول المعايير مثل هذا الكوب الصغير، هدول كتير مناح، يعني يمكن من الأساسيات اللي لازم نخليهم عنا بالمطبخ. هنا بيجوا 4 أحجام، عندي كوب كامل، نص كوب، 3 كوب، وربع كوب. هلأ هاي اللي عم بستعملها 1/4 كوب، يعني كتير بيساعدوني بالقياس، بيعطوني القياس الصح. هلأ هدول رح خلطهم، وبس تتخمر عندي المي مع الخميرة مع السكر رح ضيفهم على العجينة. هي عجينتنا كتير بسيطة، يعني مثل ما نكون شايفين مكوناتها كتير سهلة، مكوناتها متوفرة. لبين ما تتخمر عندي الخميرة وتشتغل، هلأ اللي رح أعمله أنا رح حط الليمون اللي حطينا له شوية سكر، رح حطهم شوي على النار بس لحتى ياخذوا لون، يعني ممكن دقيقة على كل طرف. هدول رح احطهم على وش العجينة. هلا أنا محضرة عجينة من قبل، لأنه العجينة بعد ما
ضف لها المي والخميرة والسكر، لازم اعجنها تقريبا 10 دقائق لربع ساعة، اعجنها منيح، بعدين اتركها ترتاح شي ساعة تقريبا. بعد ما ترتاح العجينة ساعة رح ارجع اعجنها شوي وحطها بالصينية، بأي صينية أنا حابة أني فوتها على الفرن، وبعدين بدي أتركها كمان ربع ساعة لحتى ترتاح. هلأ رح نشوف العجينة كيف شكلها. هلأ عندي هون معلقة السميد، أنا حطيتها بالصينية، هاي العجينة حطيتها مديتها أول شيء بالسميد، معلقة السميد حطيتها بأرض الصينية. السميد بيعطيني إنه أول شيء ما بيخلي العجينة تلزق، وتاني شيء بيعطي قرشة من الطبقة التحتانية، وكمان يعني ما بيخليها تحترق إذا طولت شوي بالفرن. هلأ هي العجينة أنا ممكن أعمل فيها أشكال بإصبعتي لحتى هيك تعطيني شكل الخبز، وقت يعني وقت أخبزها يعطيني هيك شكل حلو. ممكن أعمل لها هدول الأشكال، ممكن بمعلقة خشب كمان، يعني ممكن أعمل لها أي شكل بدي إياه. هلا الليمون بعد ما يتكرمل عندي ياخذ شويه لون، بدي اياه ياخذ لون اشقر، رح احطه فوق العجينه، ورح احط روزماري كمان فوقه، واكيد ربع كوب او الباقي من ثلث كوب زيت الزيتون. احنا اخذنا ربع كوب للعجينه، الباقي رح احطه على وش العجينه كمان قبل ما افوتها على الفرن، كمان لحتى تعطيني هيك قرشه وتعطيني لون حلو للعجينه. ورح احط جبنه قشقوان المبروشة، عندي تقريبا نص كوب، هلأ هيك بس رح قلب الليمون. رح شوف إذا لسه ما بلشوا ياخدوا لون، يعني بدي ياهون مثل ما قلت ياخدوا هيك لون أشقر. هلأ رح قلبهم، اتركهم شوي، ممكن علي النار تحتهم، بس بنتبه انه ما ينحرقوا، لانه باعتبار انه عندي سكر مرشوش على الليمون ممكن ينحرق دغري. اكيد وانا عم قلب يعني بنتبه، هلا انا متعوده على الحراره بس بهيك حاله بنتبه، لانه السكر حرارته اذا طلعت كثير بيعمل يعني بيحرق كثير. هلا رح اتركهم كمان شوي، رح احط الاشقوان، كمل حط الاشقوان على الوش مثل ما قلت. هلا رح احط الليمون كمان، وضل عندي الثوم وزيت الزيتون. هلا انا الثوم ممكن انقعه بزيت الزيتون قبل ما استعمله، وممكن دغري حطه هيك على الوش. حب الثوم مقسمه شرائح بتعطي نكهه كثير طيبه للخبز. هلا اللي بقيانين عندي هن الزيت والليمون، بظن الليمون حاجته هيك اتوقع، رح اقربها شوي لحتى اقدر احطهم. شايفين يعني بلشت تحمر، فبكفيني هيك، لانه هي رح تكمل اساسا يعني الكرمله تبعها بالفرن. رح اخذ شوكه، هلا انا رح كمل حط الليمون، حط باقي الزيت على الوش وفوتها على فوتها بالفرن على حراره تقريبا 200، بدي الفرن يكون حامي شوي، بدها تقريبا شي ثلث ساعه. اكيد رح نشوف كيف رح يطلع شكل الخبز بعد ما يستوي، ولوقتها رح اترككم انا تكملوا باقي الفقرات، واكيد رح ارجع لكم. شكرا يا شيف، يعطيكي الف عافيه. شكرا كثير لك يا شيف، يعطيكي العافيه. تعتبر المراهقة من أصعب المراحل يلي ممكن يمر فيها الإنسان، فهي بتحتاج لمعاملة خاصة بسبب التغيرات النفسية والجسمية يلي ممكن تطرأ على المراهقين. اليوم ضمن فقرتنا رح نتناول موضوع مهم وحساس بالنسبة للأهل، وهو كيفية التعامل مع المراهقين وما هي الأساليب والقواعد الصحيحة والسليمة لاتباعها. ورح تعطينا كل هاي التفاصيل الدكتورة محاسن أحمد، دكتورة بكلية التربية بجامعة دمشق. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك دكتورتنا، اهلا وسهلا فيك. يعني موضوع قديم جديد، ولكن الجديد فيه هو تقنيات التعامل اللي عم تتطور دائما. عم نحكي عن المراهقه، المرحله الحساسه اللي الاهالي بخافوا انه ابنهم بلش يراهق، بلشت خياراته تكون غير مدروسه، بلشت ميولاته تظهر، بلش ما يسمع لنا كلمه. بعلم النفس وعلم الاجتماع والتربيه، شو يعني مراهقه؟ هلا هي المرحلة العمرية اللي بتكون تنقل الفرد من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد والبلوغ.
تمام. والخوف من الأهل ما هون حق فيه لأنه بيصحبها تغيرات نفسية وجسدية كبيرة فبتنعكس على سلوكه للمراهق، فشي طبيعي إنه الأهل أكيد بيكونوا متوجسين من الأشياء اللي ممكن يدفعهم هذا الشيء يعملوها بهذا العمر. طيب نحن كيف نتعامل مع المراهق؟ دائما الأهل عندهم خوف كتير كبير، أنا كيف بدي أتعامل مع ابني أو حتى بنتي، أنا كيف بدي أحقق التوازن والانضباط وأعطيهم الحرية بنفس الوقت؟ هي المعادلة الصعبة، إنه بيكون الأهل بين خيارين، إذا كان انضباط زيادة عن اللزوم رح يؤدي لردة فعل سلبية من قبل المراهق، فرح يعاند أكثر ورح ينجرف بالتصرف بشكل يعني أسوأ. وكمان إذا تركوه بشكل إنه ما يحسسوا إنه مراقب، فهو كمان بعمر ما إنه مؤهل لكل تصرفات السليمة. من أولى باللهجة المحلية العامية بيفلت، يعني بيروح الولد وبيفلت، هاي الكلمة اللي بيستخدموها الأهالي كتير بسوريا. فهنا مضطرين ليكونوا بحالة توازن، إحنا بدنا نراقب المراهق بس مو بشكل فجي يحس حاله إنه هو مخترقة خصوصيته، إنه هو ما إنه شخصي، لأنه بهالمرحلة من العمر بيكون المراهق كتير حابب يحس انه هو شخصية مستقلة، كبر عم يكون شخصيته. ايوه تماما، فبيكون منزعج من اي حدا عم يراقبه او اي حدا يرشده خاصة بالمراحل الاولى. طيب ممكن دكتورة يختلف التربية بالنسبة للشاب او الصبية المراهقين، يعني في آلية معينة للتبع مع الصبية وفي آلية معينة للشاب، ولا لا الاثنين مراهقين نحن نفس الاساليب رح تكون متبعة معهم الشاب والبنات؟ لا اكيد في اختلاف، مثلا الشاب بمرحله المراهقه بتلاقيه اكثر محتاج لرجل، للاب او للعم او لحدا يعني يفهم حاجاته وخصوصياته افكاره وطريقته مع دور الام الكبير يعني. اما الام البنت بتكون اكثر تعلق بانثى، تفهم انه هي شو حابه هلا، وبتكون مرت اصلا بنفس المرحله فهي عارفه انه شو اللي بيرضيها شو اللي بيزعجها، تكون أكثر سهولة للتفاهم مع الإنسان. تمام. طيب بالمراهقة في عنا كتير صعوبات، خاصة بنظام التعليم بسوريا، إنه التاسع والبكالوريا بيجوا بعز المراهقة. تمام. يعني الشاب أو الصبية اللي من فترة صاروا بالغين راشدين، من فترة بلشوا يكتشفوا جسمهم ويكتشفوا المحيط ويكتشفوا الجنس الآخر، وبتقوله تعال يا ابني عندك تاسع، أو تعالي يا بنتي عندك بكالوريا يلا شدي الهمة. مزبوط نحن لازم نضغط على المراهق جداً اللي ما عنده وعي ما عنده إدراك نوعاً ما لمسؤوليات لمستقبل لطريق مهني وأكاديمي ناطره، مزبوط نضغط عليه بطريقة عنيفة لحتى نخليه يدرس مثلاً أو يشتغل؟ لا بد من الإشراف وال يعني المراقبة بشكل، بس مو ضغط يعني، لأنه مثل ما حكينا رح يولد رد فعل سلبي. المراهق فترة كتير حرجة من حياته، أنا دائما أقول إنه مو صعب بالمعلومات بالبكالوريا والتاسع مثل ما عم تحكي حضرتك، الصعوبة إنه بيكون بمرحلة ما عم يقدر مثلا يقعد ساعات طويلة على الدرس، مخه مشغول بشغلات كتير، حاسس إنه هو غير متوازن، لم لحق طفل ولم لحق شاب خاصة بالتاسع، فبيكون وبيصير عنده كمان بهالمرحلة حالة رفض لكل المعتقدات والأفكار اللي بتكون عند الأسرة كنوع من إثبات الذات، هي بالمرحلة الطفولة المبكرة تمام، فبيصيروا حابين يتمردوا على قيود وقوانين المجتمع، حتى لذلك بيكون صعب عليهم إنه يكونوا خاضعين لهذا النوع من الحكم. التعامل بده يكون كتير لباقة ومهارة بهي المرحلة، فنحن بدنا نعلمهم أنه أنت بس ضميرك هو اللي عم يراقبك وليس خوف من عقاب الأهل. مجرد ما وصلوا لهي الفكرة وكمان يشعروه للمراهق أنه هو مصدر ثقة، حتى لو عنده بعض الأخطاء ما يركزوا كتير عليها، وكل ما قاعد يسلطوا الضوء على الأخطاء يحسسوا انه هو نكرة ولا شيء، هو كتله متنقله من الاخطاء تمام بالعكس يحسسوا انه هو مكان للثقه ومؤهل للثقه، لو ارتكب اخطاء شيء طبيعي البشر كلهم بيخطئوا، فهيك شوي شوي هو بصير يحس انه لا انا ما بدي اخذل اهلي انا عندي شيء رادع داخلي اني اعمل الشيء الصح ما اعمل الشيء الغلط. صحيح. طيب دكتوره دائما الام او حتى الاب انه انا بيسالون انا كيف بدي اتصرف مع ابني بحكمه، انا كيف بدي راقب تصرفاته حركاته روحاته جياته خصوصياته موبايله، وبنفس الوقت انا ما حسسه اني انا عم راقبه، انا ما عم بتعدى على خصوصيته، انا مو قاعده بغرفته فتحت الباب فورا عليه لشوف شو عم يعمل فجاه، انا كيف بدي اتصرف بحكمه بهذا الموضوع؟ هي عن طريق العلاقه الصداقه بين الاهل والابن وليس علاقة الدكتاتورية إنه أنت بدك تفتح الكتاب بدي أشوفك عم تقرأ، طب هو فاتح وما عم يقرأ ممكن. هلا شوفي مثلا الأطفال لما بيكونوا عم يلعبوا ممكن يكون اللعبة فيها حركات عنف
بس ما بيزعلوا من بعض وبيضحكوا، بتكون الكف كتير قوي. بينما أو الأم مثلا إذا عم تلعب مع الولد لو ضربته بيضحك إذا لعب، لكن إذا جد لو عملت له هيك نفس بيبكي بكاء، أنه بيعرف أنه هاي مسح وهاي جد. فالقصة أنه تتعامل معه كأنه رفيق، أو الأب يتعامل مع ابنه كأنه الصديق. فلما يفتح الغرفة يعمل أنه فايت لأحكي معك قصة أو لأخذ رأيك بشيء أو شو رأيك بموضوع الفلاني، وما يحسس أنه فاتح لأنه أنا الشرطي اللي جاي لشوف شو عم يعمل المسجون كبسة. مو هيك يعني القصة. طيب في شغلات تانية كمان المراهقين بيبدوا يعانوا منها، ونحن كأهالي أو كأخوة كبار نحتار كيف بدنا نتعامل معهم. على سبيل المثال، مو كل مراهق معناتها متمرد، ولا كل مراهق معناها غير مسؤول وغير منطقي وما بده يدرس وما بده يشتغل. في مراهقين على العكس تماما، تلاقيهم منزوين محبطين، عندهم حالات اكتئاب. صحيح. وقد يكون ببعض الحالات نزعة للانتحار، لأنه عم يعانوا مثلا من تنمر بالمدرسة، أو ما حدا عم يفهم عليهم، أو مثلا وزنهم زايد عن رفقاتهم، أو شكل أو جسمهم طلع بوشهم. يعيني عليك يا دكتورة، ما شاء الله عنك. كيف بدنا نتعامل معهم؟ هلا هي ما بدها حدا يعني انه كثير عالم بعلم النفس او عالم بالتربيه. بالفطره الاب والام غريزه المحبه للابناء بتقودهم احيانا بكثير من الاحيان للسلوك الصحيح، واحيانا هالحب بيقودهم للشيء الغلط. يعني افراط في التدليل او الافراط في المعامله. المراهق حتى بيصير شاب وانت شو ما بدك بيوصل لعندك، فبيخليه انسان اتكالي، ما بيشعر بالمسؤوليه، ما عنده احساس انه هو عليه عبء او عليه مسؤولية لازم يفعلها. بيصير اعتماده كليا على الأب والأم، وبيصير عنده شيء أنه أقل ما يمكن أنتوا تعملوا لي. فبتصير في علاقة رديئة، يعني ما هي بالامتياز أو بالنوعية الجيدة اللي نحن بنطمح لها. لا، التعامل أنه مثل ما حكينا أنه يكون في علاقة صداقة بين الأب والأم، كل واحد والأبناء طبعا، كل واحد يعرف شو قاله شو عليه. صحيح. انت لك حقوق تجاهنا كآباء وأمهات، وانت كمان عليك مسؤولية، انت كمان لك واجبات لازم تأديها. طيب بجلسات ستات البيوت الجيران، بعض الأمهات والأهالي بتقول أنا ابني ما حسيت فيه، أنا ابني عم يدرس، أنا ابني ملتزم، أنا ما حسيت بفترة المراهقة. على عكس بعض الأمهات بتقول أنه أنا ابني مش هيبني، أو بنتي ما بتقعد، ما بتدرس، ما بتعمل. ليش بنشوف هذا التفاوت؟ وهون بقى بينعكس هذا الشيء السلبي على الأولاد، يعني من باب أنه والله أنا ابن رفيقتي مثلا هيك بيعمل، ابن رفيقي هيك بيعمل، بس انت ما بتسمع الكلام، انت ما بتدرس، انت ما بتساوي، انت ما بتعمل. ليش بنشوف هذا التفاوت بين مثلا عيال وعيال؟ هلا في عنا بالتربيه شيء اسمه فروق فرديه، سواء بالتحصيل، بالذكاء، بالسلوك، بكل الاشياء. في فروق فرديه بين الاشخاص. ما في حدا بيشبه حدا، مثل بصمه الايد، ما في ايد بتشبه ايد، ما في بصمه ايد بتشبه بصمه ايد. فالاشخاص نفوسها يعني مختلفه. فاذا بدي اقول لك انه في ناس بيفكروا انه علم التربيه هو علم نظريات وافكار لعلماء سابقين، بس انا بقول انه اكبر من هيك بكثير. يعني اللي بيغوص بهالمجال بحس انه ابحار. وأنا بهيك بتخيل أنه بدل ما يسموه علم التربية يسموه علم بناء الإنسان. لأنه أنت عم تبني نفسية إنسان، مو عم تعطي نظرياته بس، أنت عم تتشكل هذا الكائن الحي. فاللي بينطبق على ابن أو على مراهق مو شرط يكون على مراهق تاني، حتى لو بنفس العمر وحتى لو أقارب. كل إنسان له خصوصيته. يعني الإنسان بفكر أنه جرم صغير وفيك أن طوى العالم الأكبر. الإنسان بحر من وقارات من جوا نفسه. حتى التناقض احيانا الشخص نفسه بيدركه، فما بالك المراهق اللي هو مرحله غير متوازنه تماما. حتى فرويد بياكد نحن بناكد كلامه طبعا، بيقول انه انا ما قدرت افهم نفسي لحتى اقدر افهم الاخرين. وهو معروف عنه اللي بحث بماهيه الانا وماهيه الانسان وكيف بفكر وسلوكياته. بدي اتشكر كثير لوجودك معنا دكتوره، ان شاء الله يا رب تمر مرحله المراهقه بالسليم. بسلام. على كل ابناء المشاهدين، اهلا وسهلا فيك. بدي اتشكركم، شكرا كثير دكتور، يعطيكم الف عافيه. الرصيف للمشاط، ولكن احنا عم نشوف انه الرصيف صار لكل شيء، موتورات وحتى سيارات. حتى المحلات وسعت مساحتها واستخدمت الأرصفة. باتريسيا غنام نزلت وسائلة الناس عن مواقف صايرة معهم بخصوص الأرصفة، خلونا نتابع سوا. Thank you.
بيفرق بين الغني والفقير، السعيد والحزين، التائه والمتسول، المنتظر والمتسكع، وغيره من الأشخاص يلي بيقتسموا المشي عليه أو بيستخدموه لغير استخداماته. بسطات، كراسي المقاهي، أكشكة، سيارات صافة وموتورات عم بتسابق العالم على نص متر من الأرض، والمفروض هو رصيف مخصص للمشاة. أول ظهور الأرصفة كان بروما القديمة، الفصل بين الساحات والمباني، وبعدها صارت مكان مفضل للمشاة وانتقلت لباقي مدن أوروبا، وانتشر بالدول العربية خاصة اللي استعانت بمهندسين غربيين مثل مصر اللي لقبوها بباريس الصغرى. حتى ابن خلدون تحدث عن المدن وتأمين وسائل الحماية، وكان الرصيف من المرافق التي تسهل حياة الناس بالمدن. قرارات كتيرة من المحافظة ومخالفات للأشخاص اللي بتشغل الرصيف، بس عبث. سؤال بيطرح على بال كتير من العالم وهن ماشيين على الرصيف، وين الرصيف؟
الله يحمي الشام ومال الشام وحلب وكل المحافظات السورية يا رب. أمين يا رب. مكملين بصباحنا معكم من أبناء سوريا إبراهيم الصالح، طفل يعاني من اضطراب التوحد لكنه أثبت وبشكل أكيد أنه أطفال التوحد قادرين على الاندماج مع بقية الأطفال وممارسة مختلف الأنشطة دون فوارق تذكر. طبعاً ورد هذا الشيء بيرجع للعامل الأساسي يلي جعل الطفل إبراهيم تتحسن حالته بشكل كتير كبير، هو جهود أهله ومنظمة آمال يلي كانوا مشرفين على حالته ومتابعين له خطوة بخطوة. زميلتنا آية دمشقي زارت هاي العائلة ورجعت لنا بهالتقرير. إبراهيم الصالح طفل في العاشرة من عمره يعاني من اضطراب التوحد الذي اكتشفه أهله في سن مبكرة بعد ملاحظتهم أنه يتصرف بطريقة غريبة ومختلفة عن بقية الأطفال. أربيل ناجر وادب راكك يا سوري يا بعمر سنتين ونص اكتشفنا أنه إبراهيم عنده حركات نمطية ونطق غير الأطفال الطبيعيين العاديين. اضطرينا انه ناخده على مركز تأهيل، مركز تأهيل قيموه خلال 3 أيام كان لحاله بالمركز واكتشفوا بالأخير انه معه التوحد. التوحد هو اضطراب نمائي بيأثر على جوانب النمو عند الطفل وبالأخص بيأثر على 3 جوانب أساسية اللي هي التواصل بكافة أشكاله، سواء التواصل اللفظي أو غير اللفظي، يعني بالحكي الكلام أو بإشارات جسمه بإيماءاته بتعبير الوجه، كمان على التفاعل الاجتماعي الجانب الثاني كيف بيفهم العلاقات الاجتماعية، والجانب الثالث هو الشيء النمطي والتكراري والتماثلي، يعني مثل حركات الجسم، حركات الإيدين، الدوران حول النفس، الرفرفة. صباح الخير. صباح النور. طلع فيني؟ شو اليوم؟ اثنين. طب شو مبارح؟ الأحد. طب اليوم الاثنين، شو بكرة؟ ثلاثاء. هلأ إبراهيم قبل عمر 3 سنوات إجا على منظمة آمال و صار في كشف أولي يعني لحالته، شافوا كل الاختصاصيين وشافوا فيه مؤشرات توحد. المرحلة اللي بعدها بعد عمر 3 سنوات تشخصت حالته بشكل رسمي على أنه توحد نمطي. بعد هذا المشوار بلش بمشوار التأهيل. أزوجناه بالمدرسة الحمد لله، بتركه من الصبح للظهر، بس في شوية صعوبات، الطلاب ما عم يعرفوا يتعاملوا معه، ليش بيبكي وبده يطلع يفوت على كيفه بالصف. لا نبهنا الأنسة والاختصاصيين، سألناهم كذا وتعاملوا مع الأنسة، حكوا معه وكذا شلون تعاملوا مع إبراهيم. إبراهيم يعني بالصف الثالث وفي كتير نقاط قوي عنده. شو هاد؟ هرس. يا سلام. وهاد شو؟ ثور. طيب شو يعني ثور بالإنجليزي؟ هرس. طيب شو هاي؟ بقرة. شو يعني بقرة بالإنجليزي؟ ثور. ببلش بألعابه، أكتر شيء ببلش بالألعاب، بعدين إحنا متابعين معه خطة التدريس، عاملين له برنامج امتى بيدرس امتى بيلعب امتى بيكتب امتى بيتفرج على التلفزيون امتى بيلعب، كطفل طبيعي يعني، بس انه منظم وقته منظم. تقرا هون شو؟ جدول الضرب 9. فيك تحلهم؟ 9 ضرب 1. التوحد يظهر عادة خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، وتختلف أعراضه من طفل لآخر، وإن بدت الأعراض واضحة إلى أن أسباب التوحد لا تزال رهينة فرضيات علمية لم تثبت صحتها بعد. واحد اثنين ثلاثة. إبراهيم اجتماعي يعني، كان ممكن بالسنة الأولى الثانية ممكن لسه ما كان، بس مع التعليم والتأهيل كتير فرق. زفتنا على المدرسة المفروض من الأهل أنه تبلش يعني تعمله شوية أنشطة مع أخواته لحتى تهيئه لحتى أنه يكون في مدرسة، يكون في مثلا دور اللي بعد الأسرة دور المدرسة. إبراهيم صالح. يا سلام إبراهيم صالح. في عنا الإحصائية العالمية بعام 2018 كانت النسبة يعني مرتفعة شوي، لأنه هو بيقولوا أنه التوحد أكثر الإعاقات النمائية انتشارا. طفل بين كل 59 طفل يعني، أو ولادة بين كل 59 ولادة، فهي نسبة كتير مرتفعة وبتخوف يعني، وكل ما النسبة عم ترتفع عم تزداد يعني. أنا منصح كل واحد عنده طفل أي إعاقة
انه يبادر لا يخبي الطفل عنده، بيقول لا لازم يفرجيه للعالم وياخده. في الحمد لله في مراكز تاهيل كثير متطوره، لا بالعكس الاطفال هدول اللي بيتعامل معهم غير الاطفال الطبيعيين. التشخيص المبكر بحسب المختصين بدا يعطي نتائج ايجابيه، خصوصا بعد اتباع برامج تعليميه خاصه على مستوى مراكز العلاج. لكن يد واحده لا تصفق، وادماج اطفال التوحد في الحياه العاديه مسؤولية الجميع، فهم جزء من المجتمع لا عالى عليه. شربوا مي، شربوا مي، شربوا مي. طعميه، طعميه، طعميه جوعان. مشط له شعراته، فرشي له اسنانه. كيف فرش اسنان؟ قبل ابراهيم ما كنت يعني عادي طبيعي، حتى عرفت الوضع تضايقت كثير، بس الحمد لله لقيت النتائج. يعني اللي أنا تضايقت فيها لقيت النتائج. لابراهيم هلأ صف ثالث عم يأكل وبيشرب وبتركه بالمدرسة طبيعي. أنا سما. يسعد صباحكم مرة تانية. فلانة عملت حمية ونزلت 10 كيلو، وفلانة نزلت بس رجعت سمنت، ومنراقبهم على السوشيال ميديا للمشاهير والفنانين والفنانات. الحمية الغذائية الصحية مطلوبة للحفاظ على الوزن المثالي وتجنب الإصابة بالأمراض الناجمة عن السمنة، وبتعتمد الحمية الغذائية على تحديد كمية الطعام يلي بيتم تناولها بمختلف الحالات. أكيد ورد، اليوم نحن عم نحكي عن حمية أخذت ضجة كتير كبيرة بسبب النتائج يلي حصلوا عليها لكتير من الأشخاص يلي اتبعوها وخاصة المشاهير. عم نحكي عن حمية السيرت فود يلي رح نتعرف على تفاصيلها أكثر مع اختصاصية التغذية الدكتورة ثواب الغبرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي دكتورة. يعني الفنانة العالمية أديل هي يعني أبرز مين استخدم هاي الحمية، ونزل نزلة فظيعة 45 كيلو جرام باتباعها السيرت فود دايت. خلينا نروح لنشوف هالتقرير عن الفنانة أديل ونشوف تفاصيل أيضا حول هالحمية، وليش لجأت أصلا لهاي الحمية السيرت فود، وشو النتائج اللي كسبتها من نعرف سوا بهالمادة. ظهور المغنية الإنجليزية أديل بحفل جوائز الأوسكار كان حديث السوشيال ميديا بالفترة الأخيرة بسبب خسارتها 45 كيلوغرام من وزنها، وكانت تصر بحواراتها الصحفية السابقة بأنه الشكل الخارجي ما بيشكل عندها أي أهمية. بعد انفصالها عن زوجها سايمون كونكي، تحدثت أديل لاحقاً عبر الإعلام بأنه الأمر بالنسبة لها ما بيتعلق بحبها للقوام الرشيق بس، لكن أنه تبقى بصحة جيدة من أجل تربية ابنها أنجلو. المشرفة على تغذية أديل البرازيلية كاميلا جاديس كشفت بأنه المغنية الإنجليزية ما بتحب ممارسة التمارين الرياضية، لهيك ما كان عندها خيار لخسارة الوزن إلا التحكم بالطعام، ولهذا السبب لجأوا لحمية تدعى سيرت فود. تفاصيل هاي الحمية رح نتعرف عليها مع ضيفنا بالاستوديو. بالبداية دكتورة رح ناخد منك السيرت فود، شو هو هي الحمية، وبنفس الوقت بدنا ناخد شو الفرق بينه وبين الحميات الأخرى المتبعة اللي نحن بنعرفها. هلا الحلو بهالحمية، هلا بغض النظر إنها واحدة مشهورة تبعتها وهالقصص هي كلياتها، إلى مبدأ علمي غير حتى كل مبادئ الدايتات الحميات. بالبداية وقت بدي أقرأ عنها هي الحمية، لأنه أساسا نحن هي إجتنا من العالم الغربي أساسا. وقت فكرتها مثل أي حمية تبعات حمية الفواكه، حمية هوليود، حمية بدي أشوف المبدأ العلمي، لكن فاجأت أنه إلى مبدأ علمي خطير جدا. هلأ كلياتنا يا عزيزتي نور إن بالخلايا مستقبلات اسمها مستقبلات الأنسولين. كل واحد بيختلف عن واحد عن الثاني بجسمنا. في ناس بتاكل الاخضر واليابس بتضلها نحيفه، في ناس اذا نستمر كاسه المي كاسه المي بتسمنها اذا شمت ريحه الخبز. بالضبط هي هي. هلا اي انسان بيتحكم في جين اسمه جين النحافه وجين السمنه، يعني بهالخلايا هي مقدار قديش مفعله مستقبلات الانسولين بالخلايا بجسمي، انا بعرف قديش عم يخزن جسمي
ماده اللي عم تتحول السكريات لعندي اياها لشيء اسمه احماض دسمه بتعبيه الخلايا. هاي الحميه بتزود مواد اسمها البوليفينولات بالاكل. هلا نحن حنعرف شو هي وهالقصص هي بنسبه كبيره عاليه باول اسبوع. يليها بتقلل لك اياها. دخول هاي الكميات من هاي المواد هاي الفعاله بتخلي مستقبلات الانسولين بالخلايا تقفل، فبصير بتاكلي وما بتخزني. فهي هي الجماليه، يعني بتصيري محاكيه لجين النحافه. هلا هي ما بتقدر تلعب بالجينات لانه علم الجينات نحن ما بيلتعب فيه، من نحن اجنه ببطون امهاتنا. لكن بتحاكي انه شو بيعمل جين النحافه بالضبط، ومن هون نشحت هاي الحميه. هي حميه عندي اياها، اي حميه انت بتفكيها بترجعي لاكلك الطبيعي تك 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 بترجعي بتزيدي وفوق حبه بركه. نجاح الحميه انك انت وقت بتتبعيها بتسكري مستقبلات الانسولين بدك فتره لترجع تفتح المستقبلات هاي. فبعدها بعد ما تخلصي هالحميه مو بالسهل ترجعي لوزنك. اوكي يعني هاي جماليه هاي ما يسمعها حدا بقول لك انا ممكن اعمل اللي بدك اياه بس خليني فوت عليها. القصه انه نحن بالحميات بنقلل مثلا نسبه الوارد. هيك اول شيء كحميات كالوري عندك اياها، انا بحرق كذا بقلل كذا شوي شوي، بعدين كمان صارت نقطه ضعفها انك بتفوتك بالحيط بعتبة السبب لإمتى بدي أقلل أنا؟ طيب الحميات الثانية استخدمت شيء اسمه تسريع الميتاكوندريا، يعني خلية تحرق دهنها لجوا. طب أنا إذا ما فوتت الدهن عليها لجوا أنا ريحت راسي وكمان أنا استمتعت بطعامي. فهي هي المبدأ الحلو إنه هي بعد ما أسبوعين ثلاثة بتحسي حالك جسمك تصلح. البوليفينولات رائعة جدا من مضادات الأكسدة الخطيرة جدا، بس هي إلها فعاليات معينة. وبرجع بنبه انه كمان في اجسام تستفيد عليها وفي اجسام ما بتستفيد. يعني هلا مثلا اي مرحبا هي استفادت هالانسانه عليها مشهوره، في احيانا انا ما بتحمل شيء ثاني. يا ترى رغم انه هدول اسبوعين وفتره صغيره، هل يا ترى انا عندي قدره انه يوميا اشرب عصير سبانخ او عصير سلق او كرافس مثلا؟ هي النباتات نحن يا دوب نتعامل معها بالسلطات، فما بالك اذا بتركيز عالي. فأنا انا من الناس اللي ممكن استفرغ بعد كبايه عصير سبانخ برغم انه انا بعرف قديش السبانخ مفيده. بس انا ما بيتقبلها جسمي، يعني انا كجهازي الهضمي. بس في غيري بيتقبلها يعني ما بستسيغها. فهي كمان نحن ثقافة بلادنا، نحن بنروح نوقف على بياع العصير بناخذ نوتيلا بناخذ سلطة فواكه بناخذ شغلات ظريفة كثير يعني، بس ما بنشرب عصير سبانخ عصير كرافس عصير تمام. طيب هي عصير الخضروات هي الفظيعة فيها. أنا بدي أسألك سؤال دكتورة قبل ما ندخل بتفاصيل هالحمية السيرت فود. أنت قلتي إنه بتسكر مستقبلات الانسولين على ما بتفعلها على الجدار الخلوي لكل خليه. طيب نحن عم ناخذ سكر وعم ناخذ دهون، معناتها عم يضل السكر حر بالدم، معناتها نحن ما فتنا بمشاكل ثانيه. عندك بيصير تصريفه بقى عن طريق الكلى، وعندك عن تصريف عندك عن طريق الكبد بالعصارات الصفراوية. حلاوه البوليفينولات بتخلي عصارتك الصفراويه تشتغل اكثر. الشيء الثاني فيها مواد عفصيه بتمنع امتصاص اساسا كمان الجلوكوز الاثني عشر، يعني حتى دخوله بالجهاز الهضمي ما بتقدر امتصاصها ما بيصير بنسبة كبيرة، فبتلاقي على طول منسوب بس الانسولين حتى هو ما عاد يطلع. يعني هي جماليتها. والنقطة الثانية البوليفينولات كمان بتنقي جسم من السموم، بتعمل عندك اياها معقدات مع سموم الجسم وبتطالعها. ما بعرف ليش ذكرتيني بكلامك برمضان، يعني منسوب الانسولين بضل منخفض للصيام الطويل. نحن بنعتمد على الخضار بالمغرب بعد بعد المغرب يعني نحن الشايط والقصص والسيار يعني جميل قوعدنا. هلا شوف حقول لك شغله، في شغلتين باي حميه، قدرتي على تطبيقها واليتها وافهم على جسمي. هلا بيجيني واحد انسان طول شغله طول النهار بدي اجي احط له تفاحه بالليل، هذا الانسان لازم ياخذ وقت معي لاعطيه ثقافه الاكل بالليل سيء. ما فيني بين يوم وليله اقول له تعك تعشى تفاحه او كاسه لبن وهو طول النهار عم يفري ويشتغل وصارف طاقه. نزعت له مزاجه، هذا بيتحملك اسبوع اسبوع ونص. في شغلتين بالحميه، قدرتي على تطبيق او مبدا. انت شوي شوي مثل تقويم الاسنان لازم ترجع شوي شوي، اما وقت بدك تكون بين يوم وضحاها. هلا في ناس عندها مستعجله عندها بدها تغير كيمياء دمها بليل وضحاها، هذا بعد اسبوعين مثلا ايوه بدها تسكر السحاب كل الامور. هلا شوف حتى ثقافه السمنه والزياده والهي، هلا هي يعني هي الممثله انا بصراحه ما كنت بعرفها، هلا عم وقت عم بقرا اديل معروفه عالميا. الفكره انه شو نجحت فيها الحميه، انسانه متقبله ذاتها يعني
هي متقبلة جسمها. قالت لهم أنا وقت عملتها هاي الحمية مو حمية اللي تشوفوني على مجلات والجرايد، أنا لأنه ارتفع ضغطي أنا بدي حافظ على صحتي. فالإنسان بيتقبل حاله بيرجع بأخذ أي حمية تناسبه بينجح فيها. أما والله أنا رافض حالي وبدي أقلد هاي وبدي أقلد هداك وبدي أقلد هاي، ما رح أحصل. شوف قدرتك لقابليتك حنعرف شو بدنا نسوي. طيب حمية سيرت فود، خلينا ناخذ منك شو مميزاتها. طيب. يعني حنعطيهم مثال عنها أكثر ما نحكي بوليفينولات ونفوت العالم بالحيط. هلا القصص هي، هلا الفكرة الأساسية إنه أنت تعتمد على شيء اسمه المشويات، فروج مشوي، شيش، أي شيء عندك يا كمان عندك يا فيك تاخذ جبنة حاف، فيك تاخذ سلطات بنسبة عالية، سلطة تونة، هالقصص هي. وبدك تاخذ كمان معها كباية عصير خضار، هلا حسب ما انت ترتاح بدك تعصر خس، تعصر سبانخ، كرفس، هالقصص هي. ما قدرت عليها بدك تكتل بنسبة عالية طبق السلطة، وبتاخذ لو فنجان من عصير الخضروات. النقطة الثانية بتعتمد على شيء اسمه الكركم والقهوة، القهوة البلا سكر، وكمان الشوكولات داكنة. وامتى ما بدك هدول السناكات؟ صباحاً فيك تأخذ مثلاً عندك يا قطعة شوكولات داكنة وتأخذها مع فنجان القهوة، بعد شوي تأخذ طبق سلطة كتير عالي مع شوية كباية عصير خضروات. الغداء بتأخذ قطعة فروج مشوي بالكمية اللي بدك إياها بسلطات. العشاء بتأخذ تونة مع كمان كمية هي مع كباية عصير خضار، عصير خضار مو عصير فواكه، انتبهوا لأنه مرافع. أنا لازم قلل هلأ شوي سكري الفواكه وهالقصص هي. بينجح معها الزيتون جداً، بينجح معها اللفت، الخس، البصل، الكركم مادة ناشحة فيها مواد غنية بالبوليفينولات. طيب الكركم كيف نحن بنتناوله؟ ياخذوا معلقة تماماً بعدها معلقة زيت زيتون. أوكي. الزيت مسموح كتير فيه بهالنسبة. بهالفترة هاي أسبوع كامل بتكون كباية عصير الخضروات عندك إياها صباحاً مساءً، بعدها فيك تحطيها نفس الحمية بس بتقللي كباية عصير الخضروات. هاي القصة الثانية بيبلش جسمك بأول أسبوع بس بده ينظف السموم، فبيعرف بيزود حرقه. مثلاً إنسان بيحرق 2000 بصير 3 من دون مجهود رياضي. فما بالك إذا كان مع مجهود رياضي بصير ماكينة حرق. ارتفعت نسبة البوليفينولات فاتت على الخلايا، سكرت مستقبلات الأنسولين، ببلش الميتوكوندريا بالخلايا يحرق أكثر. فبالأسبوع الثاني رغم أنك بتكون أقل اتباعاً لهالحمية، لاحظي ما بدنا الكربو، الكربوهيدرات بتسمم هالحمية بتوقفها. أوكي. بعدها بتلاقي الأسبوع الثاني صرتي تحرق 1500 زيادة، كأنك أنت عم تزودي الماكينة تبع الحرق أكثر، خلص أقلعت السيارة فتحت على الثاني على الثالث الخلايا. فبتلاقي حالك عم تنحفي وانت مو هالدقه اللي كنتي فيها بالمرحله الاولى. بالمرحله الثالثه بتعملي 3 ايام راحه اكل عادي، حتى ممكن تفوتي شويه كاربو وشويه هالقصص، بس كاربو صح مثل الرز او البطاطا المسلوقه. تتفاجئ انك لساتك عم تقلعي بالحرق. أوكي. يعني نتائجها انه بتستغربي فيها بالفري اكثر مما هي اولا بتلاقي حالك رح تموت عينك وما عم يحصل على هذا الخسران بالوزن باول 3 ايام، بس بلش بعد ثالث يوم لانه خلق الانسان عجولة، فبتحسي حالك صرتي بحميه صح. بتاخذ وقت لتروح بعدين، بس شوي شوي وقت بيرجع الجسم بده يرجع ياخذ الكربو والقصص هي بده ينتبه، لانه هي كمان مثل اي حميه. يعني انا ضليت سنه على الكربو وهيك رجعت حالي، يعني رجعت فتحت المستقبلات. في تثبيت لهي الحميه بعد ما خسرت هذا الوزن؟ جماليتها بتحمل معك انك تخدم معك اكثر من الحميات الثانيه. برجع بقول ما في حميه فكيها فجاه ما بتتكركب كل امورك وبترجعي، بس هي جماليتها انه هي بتنشط ماكينات الحرق وبتسكر مستقبلات، بياخذ تاخذ الوقت الخليه لترجع تفتح مستقبلاتها. فهي هي فكرتها، يعني هي مو صعبه كحميه، بس انا برجع بقول لك عصير الخضروات اللي فيها نسبه اللي بدك تعلي البوليفينولات فيها احيانا ببلادنا هي المشكله. تمام. يعني من اللي ذكرتيه دكتوره في كثير نسبه مضادات اكسده، في كثير مسرعات استقلاب، وفي مخاطر أنا حاولت أبحث عليها ما بعرف إذا بتصححي لي معلوماتي، اللي بيأكلوا خضار بشكل كتير كثيف وبيقللوا نسبة كربوهيدرات، هون ما بيتعرضوا مثلاً لارتفاع حمض البول، ما بيتعرضوا لقصص تانية أو ترسب كالسيوم إذا هن عندهم عم ياخدوا خضار ممكن يكون فيها نسبة كالسيوم عالية، صح أو لا؟ هلا شوف أنا بلاقي بالعكس بيقل حمض البول، لأنه نحن وقت نقلل عندك يا نسبة السكريات الأنسولين عندي يا بيعمل نوع من أنواع شحوم الكبد. أنا تقليلي للأنسولين إذا بدي أنا إشي أعمل حمية حمض بول خفض الأنسولين على فكرة، لأني بنشط وظائف كبد. لكن مثل ما قلت يا ورد في شيء اسمه ترسيب كالسيوم بالجسم، وفي شيء بالنباتات والخضروات المواد العصية.
المواد العفصية ممكن تعمل خنق لشيء اسمه أحياناً بعض الكولونات الكسلاني. تماماً هذا الحكي بيعمل هذا الشيء، وأحياناً بتعمل عندك ياها شغلة اسمه الهزيان انخفاض الضغط، لأنه بتتمتع الخضروات العالية بنسبة بوتاسيوم عالية. في شوارد صار غلط. فبيصير في أحياناً بعض أنواع التركيز بيقل، فبيصير هوي. والنقطة الثانية، وقت بتلاقي حالك نزلت 10 كيلو مثلاً 15 كيلو بين أسبوعين، هذا بيكون كمان بيعمل شوك على شيء اسمه بطارية القلب. فالفكرة إنه برجع بقول في أجسام، هلا الأجسام العالية اللي بتلاقي هاي الأرقام، يعني واحدة مثلاً وزنها 70 تحم طبع حمية أديل حتلاقي 7 كيلو 3 بس حيطير على فيهم. لأنه هلا القصة هاي. لكن أنا برجع بقول لك إنه كل شيء زاد عن حده قلب لضده. جمالية هالحمية إنك تملص منها بعد أسبوعين ثلاثة، ما لا لازقة معك يعني. ممكن أسبوعين ثلاثة نحن نحصل على نتيجة كتير مبهرة، بس حتى تحافظي على هاي النتيجة ساعة رجعتي. هلا شوفي يعني نحن بدراستنا بجامعاتنا وكل شيء درسنا أول ما فتنا على علم التغذية إنه الهرم الغذائي هو اللي بينزل المرض، وبدك تمشي الناس على الحمية الغذائية اللي هي قاعدتها الكربوهيدرات. وهيك على التطبيق العملي يا نور، لقيت إذا بدك واحد جايك 150 كيلو أو 120 بتخربي أموره وقت تمشي على الهي. في أشياء بالعلم تنكتب عليها ببارات علمية، وقت تجي على أرض الواقع بالطبيعة هذا الإنسان جاي بعد أخطاء عالمية. لو إنسان متوازن تمشي على حمية هرم غذائي بيمشي معي، أما هذا الهرم الغذائي تجيبيه على واحد عنده آلاف الخلايا الدهنية ما حيمشي معي، ينزل معك بشيء. فهذا الحكي أنا في عنده هذا الزلمة خلل، صلحي له الخلل بعدين اعملي له الحمية المتوازنة. أما تجي حمية متوازنة على خلل ما بتعمل شيء. ولذلك هلا مثل ما بيقولوا الرمد احسن للعمى. يعني انسان هلا ملتهبه عينه، في عندي شغلتين، يا بتصير لمرحله متضرره يا ما بدي ابدا الرمد هلا لبين ما اتعافى. فحتما مثل ما قلتوا في كل حميه لها سلبياتها، بس اجمالا في شيء احسن من شيء. تمام. وهذا هو العلم اللي بده يستخدم. في ايجابيات كثير مميزه ممكن احنا نشوفها بعد. طبعا نحن بنرجع بناكد انه لما بدنا نمشي على دايت معين، كيتو دايت، سيرت فود، بس انا مع الحركه اي شو ما يعني كان طبعا، يعني شو الحركه بركه. هلا أديل ما حبت انه تعمل رياضه، بس نحن لا بناكد على ضروره الرياضه. بدي اتشكر كثير دكتوره ثواب الغبره على المعلومات اللي فتينا فيها طبعا، وتاكيدك انه اولا واخيرا انه الحميات مؤقته. اخر شيء رح نرجع تصحيح، بس اخر شيء رح نرجع للايف ستايل مفروض يكون متوازن وصحي. شكرا كثير لك. يسعد صباحك دكتوره، واهلا وسهلا فيكي. واكيد من الضروري ممارسه الرياضه على الاقل 3 مرات بالاسبوع. دقائق من رياضه الصباح صارت جاهزه، تابعوها. يسعد صباحكم، انا الكوتش امل نصر، جيتكم من الفي اي بي اب تاون سبورت. اليوم جهزت مجموعه عضلات، مجموعه تمارين متخصصه بعضلات الرجلين. شوفوهم معي. اول تمرين سكوات مع وزن، طبعا الوزن انتم بتحددوه. رح اعمل 15 6 7 8 9. طبعا للمبتدئ فيه هو يعمل التمرين بدون وزن. اوكي، التمرين الثاني راح احمل الوزن بهاي الشكل. كمان نفس الشيء فيني اعمله من دون وزن. ظهري دائما مشدود. طبعا العدات بتحكم فيها، فيني اعملهم 15 بكل رجل، فيني 20. اوكي، نفس المبدأ بس راح اعمله بشكل آخر. انتبه ركبتي ما تلمس الأرض، وانتبه دائما آخذ نفس.
ممكن يعملوا بشكل أبطأ كمان. أوكي. منشان حرك العضلات الخلفية. عندي تمرين ديد ليفتنج. أهم شيء بهالتمرين يكون ظهري مستقيم. فيني أعمله بالباربل كمان. وفيني أعمله بدمبلز عادي بحمله بالإيدتين. نفس التمرين فيني أعمله باستخدام هدول، أعمله بهالشكل وبحاول أنزل شوي شوي. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داعش. ركبتي ما لازم تكون بشكل مستقيم منشان ما يصير عندي إصابة، فأنا فيني أثنيها بشكل بسيط جدا لما أنزل. وهيك بكون حركت العضلات الأمامية والخلفية، وأتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا. مرة جديدة لعند الشيف بشرة لحتى نشوف وين وصلنا، أو بدك تبلشي الطبق الثاني شيف؟ صح، هلا الخبز صار جاهز، هلا رح نبدا بنوعين تغميسة رح يتقدموا مع الخبز، أكيد رح نبدا بالمقادير وطريقة التحضير. عنا نوعين تغميسة لحتى نقدمهم مع الخبز. هلا هدول اللي نقيتهم أنا اليوم لقدمهم مع الخبز، بس أكيد أنا فيني أقدمها مع أي تغميسة ممكن تانية يعني غير هدول. هلا بالنسبة للنوع الأول عندي نص كيلو جزر مسلوق، عندي رح استعمل مع ربع كوب زيت زيتون، حبتين ثوم، ملح وفلفل، ومعلقة صغيرة كمون. هذا النوع الأول. النوع الثاني عندي أربع حبات فلفلة حمراء، كمان رح استعمل معهم معلقتين زيت زيتون، حبتين ثوم، ملح وفلفل، معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة كزبرة. هلا مثل ما قلت هدول هن اللي رح نستعملهم او رح نقدمهم مع الخبز. رح بلش بالجزر. اول شيء رح احكي شوي عن سلق الجزر. هلا انا ممكن اشوي الجزر بالفرن، قطعه ترنشات رفيعه وحطه بصينيه الفرن مع ورق زبده، ممكن بدون ورق زبده، ممكن احط شويه زيت زيتون وحطهم بالفرن لبين ما يطروا عندي يصيروا مستويين، او ممكن اسلقه. هلا بالنسبه للسلق بحط الجزر بالطنجره وبغمرها، بس يعني بحط لها مي بس انه شيء تغمرها، يعني ما بكتر مي، وبحط شويه سكر لحتى حافظ على لون الجزر يطلع لونه حلو، وشويه ملح اكيد، بس لقى لبين ما تستوي. هي بالنسبه لسلق الجزر. هلا رح احط المكونات اللي قلنا. عندي حبتين ثوم، طبعا انا التغميستين رح اطحنهم، ف يعني الخضره ما كثير قطعتها كثير ناعمين. رح احط حبتين ثوم مع الفلفله وحبتين ثوم مع الجزر، كمان رح احط شويه ملح للاثنين، ما رح كتر الجزر، وقت سلقته حطيت له شويه ملح. رح نحط فلفل أبيض، أو ممكن استعمل فلفل أسود كمان، ممكن استعمل أي أنواع بهارات حابة تضيفها على الوصفة. بالنسبة للجزر رح أضيف بس كمون، معلقة صغيرة تقريبا. للفلفلة رح أحط كمون ورح أحط كزبرة ناشفة كمان. طبعا الخبز اللي حضرناه ممكن يتقدم مع أي نوع شوربات، مع أي
أنواع تغميسة مثلاً، ممكن مع أنواع الحمص اللي هو الحمص بالشوندر، الحمص مع سبانخ اللي حضرناهم من قبل، الحمص مع بقدونس، يعني هدول كلهم وصفات نحن عاملينهم من قبل ممكن نقدمهم مع هذا النوع من الخبز. مع الجزر رح حط ربع كوب زيت زيتون، ورح حط مع الفلفلة تقريباً معلقتين أو ممكن حط أكثر كمان، يعني حسب الرغبة هي بترجع. هلأ باعتبار أنه أنا حطيت مع الخبز ليمون، ما رح حط عصير ليمون مع التغميسة، بس كمان ممكن أني أضيف عصير ليمون. هلأ رح أطحن نوعين التغميسة، رح أطحنهم منيح لبين ما يطلعوا عندي كتير ناعمين. بعد ما ينطحنوا أكيد رح يتقدموا مع الخبز. ومثل ما قلت، إذا كانوا شوي قوامهم سميك ممكن نضيف شوية مي أو شوية عصير ليمون حسب الرغبة. رح أطحنهم جهزهم وأكيد رح يتقدموا مع الخبز. وآخر شيء رح نشوف كيف رح تكون طريقة التحضير، طريقة التقديم عفوا. ولوقتها أنا رح أتركهم وبرجع لكم آخر شيء. شيف كتري خبز قللي تغميسة، مو هيك بيقولوا إنه ما تاكل كتر خبز مزبوط. أو انتبه أو ما في داعي لهالطبق، بيقولوا بعض، ما بدي اتهم بالبخل، حرص زايد خلينا نقول. مزبوط، كل خبز كتير. شكرا يا شيف. شكرا كتير لك يا شيف. وأكيد مشاهدينا بدنا نرجع نذكركم بالسؤال يلي طرحنا ببداية الحلقة، وبيقول شو هي العلامات والتصرفات يلي ممكن تأكد لك إنه شريكك بخيل؟ متابعين على صفحة الفيسبوك شاركونا بالعديد من الآراء، راح نتابعهم سوا بهالمادة. يعني بالفعل البخل من أقبح الصفات المنفرة. على فكرة نور، مو بس النساء بيتضايقوا من البخل، كمان الرجال بيتضايقوا إنه إذا قعدوا مع رفيقهم البخيل فوراً بيطلعوا معه عليه ألقاب، إنه خلاص يلا إجا اللي إيده ماسكة، إجا الحريص، إجا اللي ما بيسخى يصرف. وحتى كمان الرجال ببيوتهم بيتضايقوا من نسوانهم إذا كانوا مدبرات زيادة عن اللزوم. خلاص فردي إيدك، بدنا نعيش يوم واحد، نحن ما رح نكرره. التاريخ كرس شخصيات بخيلة في العالم، وفي خط رفيع بيفصل بين الحرص والبخل، وامتلأ هذا التاريخ بالشخصيات البخيلة مثل بول جيتي يلي هو رجل أعمال أمريكي بريطاني. بعام 1957 أطلق عليه اسم أغنى رجل أمريكي على قيد الحياة بثروة قدرت ب 1.2 مليار دولار. وبعام 1973 انخطف حفيده، قام الخاطفين طلبوه بفدية. يا ترى دفع هاي الفدية لينقذ حفيده أو لا؟ خلونا نتعرف أكثر عن قصة هالملياردير البخيل بهالتقرير. بنجامين فرانكلين قال أن القرش المدخر مكسب، وهذا شعار جيد ليطبق، لكن هناك استثناءات للقاعدة خاصة في المواقف العصيبة. الجميع يعرف أصحاب المليارات جيف بيزوس ومارك زوكربيرغ وبيل جيتس، لكن ماذا عن بول جيتي؟ جان بول جيتي هو رجل أعمال بريطاني الأصل، ولد عام 1892 في أمريكا. صنف كأغنى رجل في العالم أواسط السبعينيات بعد نجاح مغامرته بالاستثمار في الصحراء العربية. كان لشدة بخله يضع هاتفاً عمومياً داخل قصره في إنجلترا حتى يتجنب دفع كلفة مكالمات الضيوف والأقارب. في سنة 1973 تم اختطاف حفيده والذي يحمل نفس اسمه في روما بإيطاليا،
وطالب الخاطفون بدفع فدية 17 مليون دولار فرفض دفعها، وأجاب: لدي 14 حفيداً آخر، وإذا دفعت بنساً واحداً الآن فسيكون لدي 14 حفيداً مختطفاً. وبعد 3 أشهر تم إرسال طرد إلى إحدى الصحف الإيطالية يحوي خصلة شعر مع قطعة من أذن الحفيد وصورة مع استغاثة للجد بدفع المبلغ بعد تخفيضه إلى 3 ملايين دولار، إلى أنه رفض بالبداية، ولكنه وافق بعد نصيحة محاسبه الذي نصحه بإمكانية دفع مبلغ 2,200,000 دولار واستقطاعها من دفعات الضرائب إلى الحكومة، وبقيت 800,000 دولار وافق على دفعها للفدية على شرط احتسابها قرض على ابنه بفائدة 4%. توفي عام 1976 وتم إنتاج فيلم All the Money in the World عام 2017 والذي يتحدث عن قصة حياته. أبراجكم وحظوظكم وشو مخبيلكم الفلك. نجلة أباني رح تخبركم كل هاي التفاصيل. يسعد صباحك يا نجلة. صباح خير مدام. سعيد صباحك. صباح الخيرات. صباح الخيرات للجميع. ضلوا دايما بخير وأيامكم دائما سعيدة وضلوا مرتاحين ومبسوطين. اليوم 19 شباط، يعني المريخ ما زال في برج الجدي، لسه عامل جزء من تعاب للميزان للحمل للسرطان على المستوى الصحي. المشتري متقدما في برج الجدي أيضا. عطارد يتراجع في برج الحوت، يعني شوية مضايقات للعذراء للجوزاء للعذراء والجوزاء والحوت، إضافة طبعا إلى برج القوس. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي اليوم عنده نوع من أنواع المتاعب، ما بعرف، حدث صغير، نقاش حاد، أشخاص ممكن يكونوا عم بيعادوك، ما بعرف، شوي محبط مولود برج الحمل. أنا بقول الأمور ما أنا سيئة، بس أحياناً بيمر علينا يومين يمكن نحن بنحاول نعمل تغييرات ما بيكون الأمور كتير متاحة لتغييرات. لذلك حاول ما تدخل اليوم بشجارات مع الناس اللي حواليك، وما تكون صريح أكثر من اللازم كعادتك عموماً. يعني أنا بعتبره من الأبراج الأكثر صراحة مولود برج الحمل. اليوم بقى مو للصراحة. عزيزنا مولود برج الثور، اليوم الأمور بالنسبة لك جيدة، أنت أقرب إلى فرص ممكن تكون إيجابية، يمكن قادر تحسن وضعك، تقوم بواجباتك. اليوم أنت تتمسك بمن تحب، ويوم يعتبر جيد في محبة من الناس اللي حواليك وفي تقدير. يوم ممكن يكون فيه لقاء مهم أو سفرة إيجابية. مولود برج الجوزاء، اليوم كمان الأمور بالنسبة لك جيدة، في ذكاء، في احترام لك، في أنت مبتسم، عم ترفض التعب، رغم أنه أنا بظنه متعب اليوم مولود الجوزاء، إلا أنه في الحقيقة يعني اليوم على الأقل عم بيسعى باتجاه أمور مستقبلية، في توصل إلى اتفاقيات، في أمور العلاقة بمصالح جيدة. مولود برج السرطان، أنت اللي متعب شوي اليوم، يمكن بسبب تأجيل أو نزاع محتمل مع الآخرين. هلأ حاول تعمل شيء بتحبه اليوم، تبتعد عن الحساسية، تحذر المشاكل، تعتمد على شوية صبر ولين. يعني الأمور ما أنا بأريح حالاتها، بس الحقيقة ما أنا بأسوأها كمان. لذلك أنا برأيي أنه الأمور محتاجة بس منك شوية صبر لحتى يمر هذا اليوم بدون خسائر، بدون خسائر على مستوى الصداقات. أصدت اليوم للعمل بامتياز والعمل الكثير والمرهق لمولود برج الأسد. عم بتدايم عن غيرك، متضايق من أمور صحية تخصك أو تخص أحد أفراد العائلة، في نوع من أنواع الانشغالات بالنسبة لك، في حدا ممكن من المسؤولين عن أعمالك مثلاً يناقشك بشي قصة يعتبرها خطأ عم ترتكبه أنت بالعمل. على كل أحوال أنا بقول اليوم مولود برج الأسد كأنه فاقد للطاقة وما كتير إله خلق، بس أحياناً الشغل بيجبرنا على أنه نحن نخلصه، هذا لابد من ما ليس منه بد. مولود العذراء الأمور بالنسبة له جيدة جدا، وخاصة على صعيد نجاح، عم بتبرمج عقلك لتقود محيطك للأفضل، عم تترك المجالات للنقاش، عم تفتح طاولة حوار. اليوم يوم للحكي بامتياز، قادر تحكي، تشرح وجهة نظرك، تسوي أوضاعك مولود العذراء، تنتبه على أمورك المهنية والشخصية، والحياة الأمور بالمجمل جيدة.
مولود برج الميزان، لسه عندك نوع من أنواع الهموم. هلأ أكيد ما رح تنهيها لا بعصبية ولا بصوت عالي، بس هو هاي الأيام مولود برج الميزان بوجود المريخ في برج الجدي، وجود الزهرة في برج الحمل، عم بيكون عصبي أكثر مما يجب، عم ينتر هاي النترة تبعتنا اللي أحياناً هيك بنحس إنه ما تمالكنا أعصابنا، علينا صوتنا بدون ما نقصد. هي الأيام أنت دايق خلقك والحياة واصلة الأمور لهون معك، لذلك أنا لا أنصح أبداً بأنه لا تعلي صوتك ولا تكون عدائي مع الآخرين، لأنه هي فترة عابرة. بالعكس أنا بعتبر السنة جيدة ما أنا سيئة، لذلك من المفيد أنه أنا روق بهاي الفترات وأهدى وحاول كون جيد مع الآخرين قدر الاستطاعة، لأنه خسارتي للآخرين بتزعجني إلي قبل ما تزعج غيري. ممكن يعني مولود برج الميزان من الأبراج اللي بيحبوا الصداقات وبيزعل من قلبه إذا زعله شي حدا بدون ما يقصد. مولود برج العقرب عم بيرتب أمور عاطفية ويجيد انتهاز الفرص اليوم. يوم عم تمنح نفسك الوقت الكافي لترتب أمورك لأوضاعك، عم تفرح للمحبة، الأمور بالنسبة لك جيدة، سواء كان بعلاقات، بتواصل، بحركة، بشوفة ناس أنت بتحبهم، بمحيط مؤيد، محبة تتدفق حواليك. الأمور بالمجمل جيدة لمولود العقرب وجيدة كمان لمولود برج القوس، واتفقنا أنه هذا الأسبوع لا يعتبر هو حاسس كتير بتراجع وطارد إلا إذا كان لا سمح الله في نوع من أنواع الأعطال بالأجهزة الإلكترونية، بس بغير هيك الأمور بالنسبة له جيدة، خاصة على الصعيد المالي. اليوم صحيح عم تكسر موجات الصرف المفاجئ، بس كلنا عم بصير معنا هيك بهي الفترات، لذلك حاول إنك ترتب أمورك المالية، ما تصرف أكثر مما يلزم. عزيزنا مولود برج القوس اليوم الأمور بالنسبة له جيدة، الجدي الأمور بالنسبة له جيدة، حاول تختار ما يناسبك. مولود برج الجدي فايق بكير، عنده نوع من أنواع النشاط، مشغول بأمور شخصية وعلى هيك محب لمن حوله اليوم، مبتسم مع من حوله على غير العادة طبعاً، يعني هو مو تبع الابتسامة اليوم، لا مبتسم، لبق، لطيف، معرفتك أمورك إيجابية، وفي عندك هيك اليوم يعني طاقة ممكن تقدمها لمن حولك أو نشاط. حياتك لا تحتمل مغامرات مولود برج الدلو، اليوم شوي حساس، عصبي، عم ينكش أشياء العلاقة بالماضي، عم بيطلع له أشياء يعني محزنته، قرارات من المفروض أنه ياخدها، عم بيشعر بالندم يا لأنه أخدها يا لأنه ما أخدها، المهم في أشياء من الماضي عم تطلع له، عم بتشعره بالندم، عم بيقول هاي القصة كان لازم ما أعملها، ويمكن عم بيشعر أنه عم يتخبط بمفرده اليوم. هلأ أنا بقول الشهر جيد، وجود الزهرة في برج الحمل عم بيخلي الأمور جيدة، بس بيمر علينا يوم يومين من التعب، هذا طبيعي، الدنيا هيك يعني أولاً وأخيراً. مولود برج الحوت اليوم لاستعادة علاقات قديمة، للتنقلات، للأخبار الحلوة، للم الشمل، ليكون في حواليك ود مع من تحب أو عم تكسب تأييد، اهتمام، محبة، يوم اجتماعي وبامتياز. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 19 واتمنى له السعادة، يجعل أيامكم دائما خير. مولود 19 كائن محب لمن حوله، معطاء، طبعا هو آخذ من برج الدلو، آخذ من برج الحوت، آخذ الطرافة والحساسية، طرافة برج الحوت ومحبته للمزح، وآخذ الشفافية من برج الحوت اللي له علاقة بالموسيقى وبالفن بالمجمل. كائن طبعا يحب الجديد، مولود مزاجي طبعا، إنه أصلا الدلو والحوت من أكثر الأبراج مزاجية عموما، فما بالكم إنه هذا مولود آخذ من اثنين. عاشق للجمال، طيب، نادرا ما يحتفظ بأسراره لألو، يعني لازم كل الناس تعرف كل أسراره وأسرار حواليه، لذلك لا تقولوا له كثير أسراركم. بحب المال بس ما كثير بيعرف يجمعه، يعني بيصرفه، بالنتيجة صاحب معشر حلو، نادرا ما تفارق الابتسامة شفتيه، حازق بتدبير أموره عموما. سنة لقاله الأمور عم تتحسن، وخاصة بأمورك الشخصية، أنا بعتبرها تعتبر الأفضل، الأمور الشخصية بالنسبة لك يمكن تكون سنة للسفر أو للتغييرات بالعواطف، بالمال، بمكان الإقامة. سنة فيها جزء من تعب العمل، لا تعتبر الأريح، بس الأمور كمان ما نسيئة، بحاجة بس نحن نبذل جهود إضافية، كونه أصلاً مولود برج الدلو ليس مشهوراً ببذل الجهود. يسعد أوقاتكم مدام نجلة، خليني ركز معك شوي، يعني نحن الشمس فايتة على الحوت طبعاً،
وعطارد يتراجع في الحوت طبعا. وفي كواكب وين؟ بالجدي بالقوس؟ الزهرة بالحمل، المريخ بالجدي، والمشتري بالجدي. يعني عندنا شهر الأفضل لبرج العذراء، شو هالشهر؟ وتراجع عطارد يعني مثلا غير شكل. هلا احنا حاسين بتراجع عطارد، لا بس ما نسيء على كل، ما نسيء للجد يعني قصدي بقية الكواكب كلها مؤازرة، يعني الزهرة بالحمل رح تدخل على برج الثور، هذا بيعمل امور مالية ايجابية، امور عملية ايجابية، ان شاء الله ان شاء الله، يعني شوي بس لازم ننتبه من عطارد فقط. ان شاء الله يا رب. اكيد على 1845 مسجاتكم يوم وشهر وسنة، ورح ناخذ اول مشاركة معنا رهف 30/1/2002 حابة تعرف عن الدراسة. أمورك جيدة دراسياً يا رهف، هلأ ما بضمن لك حظوظ قصوى، أنت من الأشخاص اللي بيدرسوا من هون وبينسوا اللي درسوا من هون، ما لك حدا كتير بيركز. رهف والله نصيحتي لك أنك تكتبي اللي عم تدرسي، يعني خلصتي دراستك قفلتي الكتاب قعدتي كتبتي قدر المستطاع ورجعي للكتاب بتشوفي أنه نص اللي أنت قريتي ما انكتب على الورقة. أنا بقصد أنه القصة ما بس حظ بالأمور الدراسية وبكل شيء، القصة كمان العلاقة بالجهد. انت تركيزك قليل رهف، وانا برايي هذا شهر فاقده للجهد، يعني اصلا ما كثير لك خلق على موضوع الدراسه. هلا اذا هذا الشهر ما بدي ادرس وهذا الشهر مزاجي مرايه، ما بعرف قد ايه فيني تعتمدي على حظوظك رهف. يسعد اوقاتكم، لا حول ولا قوه الا بالله يا بيان. ولا رساله ظابطه. لا لا، بيان بعت 15 رساله، وبيان كل 3 ايام انا بجاوبها مره، يعني لبين ما طلع البعدة بقى بكون بقى بدي مرق ال 15 تبعون بيان. بتحبنا بيان. يعني يسعد صباحك بيان. رؤى 97 عم تسألني مع عمار 83. أنا برأيي العلاقة جيدة يا رؤى، العلاقة بالمجمل هي علاقة جيدة، خاصة إنه من الأشخاص الصادقين، وإذا أحب بحب من قلبه، ما تنسي إنه حدا كريم ومعطاء. أنا بحبهم هدول، على سيرة التقرير تبع البخل، أنا بحب الشخص الكريم لأنه أنا بعتبره مو بس كريم بالمال، كريم بكل شيء بقى، بالعواطف، علاقة بالعواطف، صحيح، بالعطاء، الحنية، بوقفته جنبك، يعني الأخ حفيده ما فداه مثلا، مع أنه الكلمة منطقية أنه عندي 14 حفيد، أنه إذا كل واحد بدي يدفع له هذا المبلغ ما بخلص، بس بالنتيجة كمان في شيء مثل ما بيقولوا يعني متوازن، والكتير مريح أنه نحن نعمل توازن بهاي الفترات، لا نكون هيك ولا نكون هيك. حالة بنت ابتسام 87. هلأ المشكلة عم تسأليني عن الناحية الأكثر تعبان اللي هي الصحية. حالة أمورك الصحية لا تعتبر الأفضل هذا العام، أنا عم بحكي بمجمله، هالشهر ونص في تعب صحي من هون للثالث، هلأ من بعد الرابع الأمور أفضل، بس بالمجمل رح يرجع يجي التعب الصحي ابتداء من السابع لا آخر السنة. فأنا إذا بدي قيس السنة كسنة ما أنا تعتبر كتير الأفضل على المستوى الصحي. هلأ هاي الناحية اللي بحاجة تنتبهي لحالها، بينما بقية الأمور أنا برأيي أفضل من السنة السابقة. إن شاء الله تكون دائماً السنين الآتية أفضل من اللي راحت، ويجعل أيامكم سعيدة. وأيامك سعيدة. تفضل يا نجلة نروح لعند الشيف بشرى. هيا بنا جميعاً. شايفة في شغلة طيبة يعني ما لا دائماً أكلات الشيف طيبين، في سلة مليئة بالأشياء اللذيذة، وفي سليلات صغيرة، سلات صغيرة. والله بس شكله كتير حلو بشرى، يعني انا بدي اكون شيء جميل جدا، حسيت حالي بمطعم ايطالي مثلا بالسله. وهدول فيفله لحد خصوصي لإلك. اي اي هاي خصوصي لإلك. خلي بايديك يا شيف، شكرا كثير لإلك. لهم مشاهدينا بيكون خلص مشوارنا الصباحي معكم، بيتجدد موعدنا معكم بكره، تبقوا بألف خير ان شاء الله يا رب. صفر كل المشاهدين بتكون عامره بالخير والرزق والبركه، ومثل ما قالت نور بكره 9:30 صباحا بنكون ناطرينكم لنختم الاسبوع سوا. خليكم بخير.